يعني كلمينا عن قصة كفاح 5 سنين على تروسيكل معروفة بين أهالي منطقتك بسيدة التروسيكل أو بائعة الخرق ده. الحمد لله على أنا فيه يعني، بس أنا أحمد ربنا على أنا فيه يعني. أنا بقالي ياما في الشغلانة ديت، بس أنا كنت في أول مرة كنتش لما كنت أول مرة في بدايتي في الخردة وقعت. كلام الناس كسرني في أول بدايتي، واخدينها عياقة واخدينها إن هما بيتريقة وكده، فأنا ما وقفتش بقى. كنت كان في حد كنت واقف على رجليا، وكنت برضه إن أنا أعرف الناس إن أنا برضه إن أنا مش بعمل كل ده عشان خاطرهم ولا عشان. انت عندك كام سنة يا ملا؟ 23 سنة. 23 سنة، يعني انت من سن 18 وانت شغالة على التورسيكل. أيوة. متجوزة؟ اه. عندك كام ابن؟ عندي بنت وولد. شايف الحمل تقيل عليكي والحياة صعبة، يعني انت واخدة ولادك كمان واحد ابنائك عمره قد ايه؟ ده 3 سنين. 3 سنين ومعاك على التورسيكل وبتلف. الحياة اللي بتخليني اعمل كده. الحياة اللي اكلنا ما فيش اكل في البيت، حتى انا يعني يعتبر عزالي ما فيش حاجه، ما فيش اوضه نوم. اوضه نوم وكنبه يعني ناس مديها لي. جوزك شغال؟ شغال معايا في الخرده. شغال برضو في الخرده. تكسبه من الخرده على حسب لو ربنا بيدينا في اليوم 200 150. طب لف بينا كده، لف بينا كده بس، نقف مكانك. يعني زي ما احنا شايفين قصة، بنرصد لحضراتكم قصة كفاح ملك. ملك سيدة الخردة بتنحت في الصخر 5 سنين على تروسيكل شغالة عليه عشان تجيب قوت يومها وتاكل اللقمة بالحلال. ملك عندها ولد وبنت اعمارهم تتراوح من 3 ل5 سنين، كل همها ان هي تسدد الديون اللي عليها. هنستكمل باقي القصة وباقي الحدوتة وباقي الحكاية وباقي رحلة الكفاح مع ملك. كملي يا ملك، كلميني عن المعاناة اللي انت بتشوفيها في حياتك. المعاناة ان مفيش حد بيستنى على حد في اي حاجة، يعني مثلا في ناس ليها فلوس عندي ما بتستناش يوم واحد. يعني ساعات بننام من غير عشاء. بتنامي من غير عشاء؟ ساعات يعني اي حد بيبقى جيراني مثلا بيقول لي مثلا اللي هم العيال يعني بيدوني، ببقى مكسوفه من جوايا، بس بقول الحمد لله ده ما في ناس كويسه في الزمان دوت ان هي تاكل عيالي او تدينا لقمه ان احنا ننوي بيها، مش مشكله. في ناس بيساعدوك؟ في ناس بيدوني لقمه، بيدوني اكل. واحده ادتني كنبه من عندها ان انا اقعد